طب فاطمة، بصفتك أول أمينة لكلية الإعلام، إيه اللي ناوية تحققيه بإذن الله لزمايلك الطلاب في مجال الإعلام خلال العام الحالي إن شاء الله؟ إن شاء الله إحنا كفريق مكون من 7 لجان ناويين نعمل أفكار غير تقليدية. إحنا بالفعل أول ما بانت النتيجة عملنا جروب سوا وعملنا ورش عمل إن إحنا هنبدأ نفعل نعمل اجتماعات في الفترة القادمة. هيكون عندنا إحنا عندنا 7 محاور و7 لجان. ال7 لجان كل لجنة فيها هنفعل فيها دورنا، وكمان ده من ناحية اللجان. هيبقى فيه كل لجنة ليها اهتماماتها ومحاور بنمشي عليها، وكل لجنة ليها خطة وحاجات هنعملها إن شاء الله. اما في كمان حاجه بالنسبه للجانب الاعلامي، بما اننا كليه الاعلام وتكنولوجيا الاتصال، احنا ناويين ننمي الجانبين، الجانب الاعلامي والجانب الاتصالي. الجانب الاعلامي بان احنا هنجيب ناس اعلاميين ذو ثقه، يعني عندهم خبره مهنيه وخبره اكاديميه كويسه جدا، ونجيبهم عندنا ان شاء الله هيكون في بدايه الترم الثاني، ونعمل دورات لطلاب كليه الاعلام بحيث يستفادوا من خبراتهم ويتعلموا، وممكن نعمل بعض المسابقات كمان الاعلاميه. اما بالنسبه للجانب الاتصالي فاحنا هنعمل دورات في مهارات الاتصال، ودورات في مجال التنميه البشريه، وكمان دورات في مجال الفوتوشوب هل هناك تعاون ما بين اتحاد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس إدارة الكلية بشكل عام؟ طبعا احنا في الكليه الحمد لله بنتميز، ده من قبل الاتحاد، مش بس من الاتحاد، ان احنا عندنا ستاف عمل متعاون جدا معانا، اي حاجه بنطلبها بيلبيها لنا ما دام الحاجه فيها بتنصب لفايده لينا. احنا كلنا بنعمل في الكليه كاننا قاعدين كلنا في بيتنا، في بيت واحد، كاننا عيله واحده واسره واحده لمصلحه الكليه ومصلحه الجامعه.